مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال، والنهاردة أكيد جولتنا هامة، جيم 2 في سلسلة بست اوف 3 في سيمي فاينل أو نصف نهائي دوري السوبر لسيدات سلة الأهلي. الحقيقة إن هم قدروا يتغلبوا في جيم 1 على سيدات هليوبلس طبعا بنتيجة 89-45. إن شاء الله نقدر نفوز بسيريز النهاردة طبعا أو جيم 2 النهاردة في السيريز دي في بست اوف 3، ونقدر ان احنا نتاهل مباشره بعد الجيم النهارده، وما نضطرش ان احنا نروح لجيم ثالث على طول للفاينل، وتبقى بقى يعني يبقى موسم الحقيقه ناجح، خاصه ان احنا خلاص منذ ايام قليله يمكن سيدات سله الاهلي كانوا محققين طبعا لقب كاس مصر تحديدا يوم الجمعه الماضي. فالنهارده ان شاء الله نحتفل بتاهل سيدات سله الاهلي للفاينل، خاصه بعد ادائهم القوي اللي احنا شفناه في المباراه الماضيه. خلينا نرحب طبعا ضيوفنا النهارده، نجوم الاستوديو التحليلي كابتن نبيل بخيت نجم مصر والنادي الاهلي لكره السله. طبعا برحب بحضرتك، منورني ومشرفني النهارده. اهلا بيكي وبجمهور النادي الاهلي ومشاهدين النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن احمد اسماعيل طبعا نجم نجوم النادي الاهلي لكره السله، منورني ومشرفني النهارده. اهلا بيكي وسعيد بالتواجد معاكي النهارده. اهلا بيك. طيب كابتن نبيل، يمكن احنا ما كانش عندنا فرصه ان احنا نتكلم بالتفاصيل على جيم 1، خليني اعرف رايك في اداء جيم 1، خاصه ان احنا بنتكلم هنا في فرق سكور كبير اكتر من حاجه و40 بوينت تحديدا، فبنتكلم عن وان سايد جيم. هل النهارده برضو هيبقى وان سايد جيم قبل ما ندخل طبعا في تفاصيل الجيم الاولاني، ولا شايف ان هليوبلس عندهم دوافع النهارده علشان يعني يحققوا المكسب النهارده ويعوضوا خساره جيم 1؟ هو المباراه الماضيه خلصت 89-45، يعني تقريبا دبل سكور. ما توقعش ان هليوبلس يبقى عنده يعني عنده موتيفيشن او دافعيه ان هو يحاول يعوض ويحاول يتلوى. هو هيرضى بان هو يبقى تالت الدوري زي ما هو تالت الكاس، وده انجاز كبير جدا لكابتن عماد والفرقه ان هي تقدر تحقق الترتيب التالت في الكاس وفي الدوري السوبر. فده المتوقع في المباراه. المباراة يعني كانت تقريبا وان سايد من جهة النادي الأهلي طبعا. سيدها النادي الأهلي المباراة، وفي بعض الفترات حاول يعني ظهر برضو بعض اللعيبة الكويسين من نادي هليوبلس، لأن نادي هليوبلس فيه لعيبة كويسين جدا منهم ثلاثة كانوا بيلعبوا في النادي الأهلي أو أربعة لعيبة، وده غير سارة مسعود اللي كانت في فترة من فترات أو على طول مثلا في المنتخب ومن أحسن لعبات في مصر. طيب كابتن احمد، خليني اجي لك. يمكن احنا شفنا في جيم 1 اداء قوي على الرغم من ان احنا عندنا يعني نواقص في الفرق اهمهم طبعا سوريا، ويمكن كابتن طارق اعتمد طبعا على فكره وجود ناشئين وعمل روتيشن كبير جدا في تحديدا الكوارتر الثالث. شايف ازاي الجهاز الفني ادار المباراه جيم 1، وشايف هل ان احنا نستمر على ده النهارده ولا ممكن يكون برضو في تغييرات من جانب الجهاز الفني؟ اعتقد الجهاز الفني اعتقد هيكمل على نفس الطريقه اللي لعب بيها الجيم اللي فات، ان احنا عندنا بعض الاصابات، في ناس غايبه عن الجيم النهارده زي نادين عندها اصابه في صباحها، بنتمنى لها الشفاء طبعا وترجع ان شاء الله تلحق الفاينل. حبيبه بيكو عندها ظروف امتحانات دراسيه، وفي طبعا غياب سوريا ان هي الموسم للاسف الظروف اسريه والكلام ده كله. فطبعا ابتدى يعوض بالناشئين، ودي حاجه طبعا تحتسب للجهاز الفني ان انت بتدي ثقه في ماتش سيمي فاينل الدوري سوبر لثلاث ناشئين او اربع ناشئين، ده حاجه كويسه جدا وبتديهم الثقه، وفي نفس الوقت بتقدر تدخل الروتيشن بتاع اللعيبه، بتقدر لو في لعيبه عايز محتاج تريحها ما تديهاش تايم كبير، عشان تبقى ان انت برده في اخر الموسم دايما بيبقى الجهد البدني عالي قوي وبتحاول تتفادى الاصابات عشان توصل لماتش الفاينل. مباراه صعبه قوي يا كابتن احمد كمان بالظبط مع سبورتنج، بالظبط بالظبط ما فيش اقل من اسبوع بالظبط. فطبعا ده كل ده طبعا الجهاز الفني بيحطه في عين الاعتبار، والحمد لله الجيم الاول عدى بسكور كويس زي ما كابتن نبيل قال. فطبعا دي حاجه مطمئنه ان الناس اللي لعبت كمان ادت ثقه، كمان خدت ثقه كويسه، وان شاء الله نتمنى النهارده كمان يبقى الجيم سهل علينا ونقدر نخلصه من بدري علشان اللعيبه كمان يعني ما تبقاش مجهده قوي، ونقدر نبتدي نشتغل ان شاء الله على جيم الفاينل ان شاء الله.
طيب كابتن نبيل، بذكر طبعا الناشئين اللي دخلوا في السكواد، عندنا بنتكلم عن هنا سالم، هنا حتحوت، جن عبد الرحمن، شايف ازاي ادائهم في الملعب والاعتماد عليهم كمان علشان ياخدوا على اجواء المباريات الكبيره اللي زي دي، خاصه ان احنا بنتكلم برضو احنا في سيريز سيمي فاينل، فاكيد فكره ان هو يديلهم الثقه في وقت زي ده اكيد حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. وبرضو احنا عايزين برضو نقول ان النادي الاهلي ناقص نهى شتا وندى مرسال لاسباب مختلفه، وسرايا محمد برضه لسبب شخصي، وحبيبه بيكو ونادين سلعوه. دخل مكانهم هنا سالم، ودي لعيبه تحت 20 سنه، لعيبه مميزه، وهنا حتحوت وجن عبد الرحمن من تحت 18 سنه. والثلاث لعيبات دول لعيبات مميزات، وفي نفس الوقت هو بيدفع بيهم خلال الموسم، دفع بيهم في كذا مباراة، ثبتوا جدارتهم وتألقهم في المباريات. زائد ان هما شايلين فرقهم سواء في 20 سنة او في 18 سنة كلعيبة أساسية. فأنا أتوقع ان هما حتى وجودهم في الملعب هيدي برضو بوش بالنسبة لفرقة نادي الأهلي، ان هما لعيبة صغيرين وعايزين يثبتوا نفسهم، وبالتالي هيأدوا بقوة في الملعب يعني. طيب بنروح دلوقتي لأرض الملعب وصالة برج العرب بالإسكندرية، يعني خلاص تلت ساعة تقريبا على انطلاق مباراة النادي الأهلي وهليوبلس. تنضم لنا زميلتنا روزان نصر عشان تعرفنا على كل الاستعدادات والأجواء ما قبل المباراة، تفضل يا روزان. برحب بك يا مريم، وبرحب بضيوف الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل طبعا صاله برج العرب بالاسكندريه، متواجده معاكم لنقل الاستعدادات الاخيره لما قبل مباراه الاهلي وهليوبلس، يعني اللقاء الثاني ما بين الفريقين في سلسله بيست اوف 3 دور قبل النهائي اكيد من بطوله السوبر سيدات. يعني خليني اقول ان الفرقتين مستعدين بشكل قوي جدا يا مريم، يعني باين التركيز على كلا الفرقتين، عمليات الاحماء بدات منذ قليل يمكن من خلفي زي ما انت شايفها مريم، يعني الفرقتين مركزين جدا، والفرقتين لقاء النهارده مهم يمكن بالنسبه لهم، اكيد النهارده فريق هليوبلس بيتمنى الفوز على النادي الاهلي علشان يعوض اكيد خسارته في اللقاء يعني الاول، واكيد النادي الاهلي النهارده كمان بيطمح للفوز علشان طبعا يواصل انتصاراته في اللقاء الثاني. يعني خليني اقول كمان كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق عقد محاضره في المران الاخير للاعبات علشان طبعا يتكلم معاهم عن جميع الجوانب الخططية أو الفنية كمان، يعني يمكن لتأهلهم بشكل مناسب ولجاهزيتهم بشكل كامل في لقاء النهاردة، مذاكرين فريق هليوبلس بشكل قوي جدا. خليني كمان يعني أقول أنه قبل ما أختم كلامي أكيد يعني أتكلم عن إصابات النهاردة، في ثلاث لاعبات مهمين جدا في لقاء النهاردة يعني غايبين، ميرالد أشرف موجودة في السكور ولكن يعني الكابتن حابب يريحها طبعا للإجهاد، وكمان نادين سلعاوي بإصابة طبعا في الإصبع يمكن من المباراة الماضية، وحبيبة محمد لظروف الالتحامات. طبعا النهارده لقاء مهم، ان شاء الله فريق سيدات الاهلي يقدروا يحققوا الفوز في اللقاء الثاني على فريق هليوبلس، وان شاء الله نرجع لك يا مريم طبعا بعد المباراه بلقاءاتنا بالاحتفال اكيد باللقاء الثاني. وخليني اقول طبعا قبل ما اختم يعني انه اللقاء الاول اكيد فاز النادي الاهلي على فريق هليوبلس بنتيجه 89-45، وان شاء الله في اللقاء الثاني كمان يحقق الفوز. بشكرك يا مريم وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا ليكي جدا زميلتنا روزان نصر من صالة برج العرب بالإسكندرية، ودقائق ما قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي وهليوبلس جيم 2، إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي. كابتن أحمد خليني أجيلك تاني، إحنا بنتكلم عن مباراة ماضية وان سايد جيم، هل النهاردة هتمشي وان سايد جيم ولا هليوبلس هيبقى يعني عنده نوع من الندية أمام النادي الأهلي، خاصة أن هو حابب أنه حتى لو عارف أنه هو مش هيكسب ولكن عايز يبان بأداء أحسن وما يبقاش دبل سكور زي ما حصل المرة اللي فاتت؟ أكيد طبعا، نادي هليوبلس في كرة السلة سيدات فرقة كبيرة ليها تاريخ كبير، طبعا دايما بيحاولوا أنهم ينافسوا، عنده لعيبة في السكواد بتاعه يعني أكتر من 7-8 عناصر تقريبا لعبوا منتخب مصر، مدير فني منتخب مصر، الجهاز كله، فاعتقد ان هم يعني هيحاولوا طبعا يعملوا جيم كويس مع النادي الاهلي، مش يعني ممكن ما يبقاش زي الجيم اللي فات، يعني يبقى اقوى من اعتقد طبعا فرقه زي فرقه اليوبلس هيحاولوا يعملوا جيم اقوى شويه من الجيم اللي فات. طيب كابتن نبيل نستأذنك طبعا نستعرض مع حضرتك الجهاز الفني لسيدات سلة الأهلي.
معلش انا كنت برضه عايز اتكلم في فعلا لو هو رايح ميرال اشرف مفروض ان الجيم يبقى كويس يعني يبقى قوي تمام. يبقى في نديه في الملعب يعني عدم وجود نادين وكمان لو رايح ميرال بس اعتقد عشان كده هو برضه حاطط ميرال في السكور بس مش هيلاعبها لو الفرصه متاحه. احنا شفنا حضرتك اول ما شفنا عمليات الاحماء عرفنا خلاص ان ميرال مش موجوده. بالنسبه للنادي الاهلي الجهاز الفني طارق خيري المدير الفني، كريم اسماعيل المدرب العام، علياء محمود مدرب، ماجد المسلمي مدير الفريق، نجاح ابراهيم اداريه، اكرم الشرباجي محلل اداء، محمد علي عبد العزيز اخصائي لياقه بدنيه، مروه الحسيني طبيبه الفريق، ياسمين الكيلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، ايمان جمال مدلكه الفريق، ومي القاضي اخصائيه نفسيه دكتوره مي القاضي. بالنسبه للاعبين هنا سالم رقم واحد، هنا حتحوت اثنين، جنى عبد الرحمن ثلاثه، ميرال اشرف اربعه، دينا عمرو 10، رضوى محمد 12، فريده وائل 14، رنيم الجداوي 15، ليليانا بنشك واحنا كنا كان عندنا لغط كده ازاي اسمها بيتنطق بس جبناه من السورس يعني بنشك 22، تمارا نادر السيد 33، يارا اسامه 44، وجايده خالد 99. وعايز اقول برضو ان تمارا نادر ويارا اسامه وجايده خالد يعتبروا برضو صغار السن ولاعيبه ليهم مستقبل واعد باذن الله يعني. ان شاء الله. طيب كابتن احمد نستعرض معاك قائمه سيدات سله هليوبلس. تمام. الجهاز الفني لسيدات هليوبلس مدير فني كابتن عماد محمود، مدرب العام ايمن يحيى، مدرب الفريق كابتن احمد غريب، مساعد المدرب كابتن نادر جاسر، بدر السيد اخصائي احمال، نشوى باسم اداري الفريق، دكتوره جيرمين عوني طبيبه الفريق. بالنسبه للعيبه ليلى نوح رقم 5، يسرى اشرف رقم 7، فريده علي رقم 8، ساره مسعود رقم 9، سلمى ايمن رقم 10، فريده الشريف رقم 13، فرح خالد 14، نور الدبيكي رقم 15، ملك هشام رقم 50، ريم علي طلعت 51، ساندي خالد 90، فريد عبد الباري 99. طيب كابتن احمد، العناصر القويه اللي موجوده في هليوبلس وكابتن طارق محتاج النهارده ان هو يلعب عليهم طبعا، اكيد شفنا عناصر مميزه خلال المباراه الماضيه على الرغم من فرق السكور الكبير، ولكن دايما بيبقى عندنا في اي مباراه بيبقى عندنا شويه عناصر كده بيبقى هايلايت يعني بالنسبه للفريق. هليوبلس مين عنده عناصر قويه محتاجين ان احنا نشتغل عليهم النهارده؟ يعني عناصر نادي هليوبلس المميزه دايما اللي بيفرقوا في الجيم معاهم طبعا اهم واحده بتبقى ساره مسعود، هي اكتر لاعبين خبره وكابتن منتخب مصر ولاعيبه كبيره جدا بتقدر تتحكم في الجيم بخبرتها الكبيره. يجي بعدها ملك هشام، ملك هشام كانت لعيبه للنادي الاهلي قبل كده في الناشئين وبعد كده طلعت بره، هي دلوقتي من اهم اللعيبه في مركز 2 يعتبر في مصر في نادي هليوبلس كمان. ساندي خالد برضو من احد اللعيبه المميزين في هليوبلس بتلعب في مركز 4. ريم علي طلعت برضو كانت لعيبه سابقه في النادي الاهلي بتلعب في مركز 4 من اللعيبه المميزه جدا. فريده علي طبعا من افضل البوينت جاردات في مصر وعندها خبره كبيره جدا. يسرى اشرف جارد من جاردات منتخب مصر الفتره الاخيره اخر 4 سنين. بنتكلم على سكواد الفريق كله بالظبط. بالظبط يعني حوالي 7 لعيبه في كمان كمان في فريده الشريف لعيبه منتخب مصر فانت يعني تقريبا زي ما بقول لحضرتك في 7 لعيبه تقريبا بيلعبوا في منتخب مصر فسكواد تقيل طبعا من نادي هليوبلس. حابه افكر حضراتكم برضو يعني احنا شايفين دلوقتي طبعا امامنا على الشاشه عمليات الاحماء خلاص بنتكلم في ربع ساعه وتنطلق هذه المباراه. اكيد المشوار في الكوارتر فاينل بالنسبه للفريقين في النهائيات طبعا احنا كان عندنا الاهلي فاز على مصر التامين بنتيجه 2-0 طبعا فاز في مباراتين، عندنا هليوبلس كمان فاز على الاتحاد السكندري برضو 2-0. كابتن نبيل يمكن احنا عندنا برضو هليوبلس يعني فاز على الاتحاد، يمكن الاتحاد احنا خلاص احنا عندنا يمكن الدوري يا كابتن نبيل ما بقاش عندنا فرقه سهله فرقه صعبه، هليوبلس اكيد فريق محترم بما انه فاز على نادي برضو زي الاتحاد السكندري، ولكن فكره الفرق
ما بينه وما بين النادي الاهلي، شايف ايه الاسباب؟ احنا خاصه ان احنا برضو بنلعب ناقصين يا كابتن نبيل، واحنا طالعين من مباراه كانت قويه جدا، مباراه كاس مصر، عندنا اكتر من حد خارج السكور، ولكن شايف ايه الفرق الكبير ده؟ ايه سببه ما بين الاهلي وهليوبوليس؟ وطبعا السبب الفرق في اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، يعني عندنا مجموعه لعيبه النادي الاهلي كلها تقريبا بتلعب في منتخب مصر، ميرال اشرف، حتى دينا عمرو ككابتن فرقه برضو من اللعيبه الكويسين جدا، رضوى محمد، فريده وائل من اللاعبات الكويسين جدا، وكانت تقريبا في المباراه اللي فاتت يعني خدت احسن لعيبه او حاجه زي كده، رامين نيمي الجداوي، حتى الاجنبيه اللي جت الاهلي متكامل. ليانا، احنا كنت عايزه اقف معاك شويه عند ليانا كابتن نبيل، كانت الحقيقه برضو كلمه السر في مباراه الكاس. اكيد شفنا يعني اندمجت سريعا يمكن مع الفريق وشفنا منها اداء كبير، رايك فيها ايه؟ هي ليانا جت في وقت متاخر فما لعبتش ماتشات قويه، فما شفناهاش فأول مباراة لعبها قوية هي مباراة كاس مصر. وواضح فعلا تأثيرها، وإن هي نقطة قوة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، لأن هي عدلت الفريق في الحتة بتاع طول القامة، سواء في مركز 4 أو في مركز 5، لأنها لعيبة تعتبر طولها مش قليل، وفي نفس الوقت بتقدر تلعب برة وتحت الباسكت، فدي ميزة فيها يعني عالية جدا. وفعلا كانت دي نقطة قوة اضافيه بالنسبه للنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي فيه لعيبه طوال قامه كويسين جدا، بس للاسف ان مثلا في مجموعه منهم كان لسبب او لاخر كان اتصاب، يعني ندى مرسال ونهى شتا من لعبات كويسين جدا، بس الاسباب معينه مش موجودين، فحصل ضعف في المركز ده عندنا، فلما جت ليليانا اضافت للمركز ده وبقى فيه تنوع، زائد كمان صراحه عمل طفره في المركز ده جايده خالد وتمارا نادر، الاثنين دول اصلا بيلعبوا في مركز 2 و3 بس طوال القامه، فهو برضو كابتن طارق استغلهم في مركز 4، وده فاد الفريق جدا في ان هو يبقى في مركز 4 و5 مميز، كانت في فتره من الفترات تعتبر نقطه ضعف سنه في النادي الاهلي، بقت نقطه قوه مع وجود ليانا. طيب كابتن احمد، خلينا نتكلم شويه عن برضو يعني احصائيات المباراه اللي فاتت. احنا عندنا بنتكلم هنا عن دينا عمر، لعبت طبعا 25 دقيقه و7 ثواني، يمكن هي توب سكورر في المباراه اللي فاتت ب 21 نقطه طبعا محققه في الثري بوينتس 55%، كانت المحاولات 9 احرزت منهم 5. عندنا يعني احنا لو ممكن كده نستعرض معاك طبعا بقيه السكور وبقيه يعني سواء بنتكلم على ال 2 بوينت 3 بوينتس، احنا عندنا مين؟ فريده وائل في ال 2 بوينتس محققه 100%، رنيم 60% بالظبط، ليليانا 75، ودي نسبه كويسه للمحترفه طبعا. وحابب زي يعني ما اضيف على كابتن نبيل ان المحترفه الوقت اللي جت فيه فعلا صعب جدا، جايه في قبل نهائي الكاس وقبل نهائي الدوري، بس الملاحظ منها ان هي بتنسجم مع الفرقه كل جيم سريعا، يعني بالظبط كل جيم بتخش مع الفرقه اكتر، بلس ان هي مزوده الفرقه جدا دفاعيا، يعني دفاعيا في ماتش سبورتنج قدمت ماتش قوي جدا دفاعيا قبل الهجوم، فده طبعا ساعد الفرقه جدا ان احنا نقدر نكسب. برضو مين احنا عندنا برضو يمكن احنا هي دينا طبعا توب سكورر 21، بس احنا عندنا برضو رنيم الجداوي، طبعا احنا شفنا اداء رنيم في مباراه كاس مصر كان اكثر من رائع بصراحه طبعا. والحقيقه يعني عملت جيم كبير قوي واجهدت كمان بشكل كبير جدا، احنا برضو شايفينها هنا 11 بوينت هي وليليانا بالتساوي بالزبط. يعني بالزبط. وشايفين برضو ان هي تمارا 17 نقطه في الماتش بالظبط، الفيلد جول بتاعها كان 36، تمارا عامله ماتش حلو برضو المباراه اللي فاتت بالظبط، يعني هي جابت 17 بونت تمارا، ميرال اشرف 9 بونت الماتش اللي فات، الثري بوينت بتاع ميرال كمان نسبته مميزه جدا ان هي 50% نسبه الثري بوينت، شايطه 6 جايبه 3، فارقام كويسه. مين تاني ممكن يكون عندنا نفس الكلام؟ هنا حتحوت برضو محققه برضو يعني ارقام جيده، 6 بوينتس
عندنا في لا يعني 2 بوينتس 40%. ريهانة هتحط طبعا من افضل اللاعبات المميزين المميزين في قطاع الناشئات عندنا طبعا، ودي طبعا فرصه نحب ان احنا يعني قطاع الناشئات عندنا الحمد لله سواء فرق ال 18 16 ال 20 سنه ال 14 الحمد لله بيقدروا يوصلوا لعيبه تطلع للدرجه الاولى يبقى مستواها كده. فطبعا يعني بنشكر طبعا قطاع الناشئات كله مدربين والمسؤولين على قطاع الناشئات، وده شغل يعني مش سنه او اتنين، ده شغل 10 سنين فاتوا. كان بداوا كابتن نبيل طبعا، ثم كابتن سيد صابر، ثم كوتش داني، وكابتن مودي الجرحي دلوقتي. فهو ده الهدف من قطاع الناشئات دلوقتي، ان انت لما توصل تلعب سيمي فاينال عندك ثلاثه بيلعبوا بيشاركوا من قطاع الناشئات، ده حاجه كويسه جدا. واعتقد ان احنا عندنا اكتر كمان من كده، واكيد لو في فرصه تسمح الجهاز الفني اكيد هيشارك اكتر. احنا النادي الاهلي بصراحه يعني مش عارفه لو تتفقوا معايا في قطاع الناشئين والناشئات تحديدا في السله، الحقيقه في عناصر مميزه جدا جدا. احنا شفنا ده، حتى شفنا يمكن كمان في سيزن برضو من السيزونز، يعني كنا بنتكلم على المرتبط، احنا يمكن بنتكلم على رجال سله الاهلي، ويمكن المرتبط فريق المرتبط هو اللي كسبنا الدوري يعني. طبعا دي حقيقه. طيب خلينا برضو يمكن نتكلم، احنا بنتكلم هنا عن غيابات برضو كانت شايله عدد من المباريات، سواء جيم 1 يا كابتن نبيل او مباراه كاس مصر. احنا بنتكلم عندنا هنا ميرال، بنتكلم برضو في نادين، يعني برضو يمكن كانت يعني عندنا اكتر من عنصر النهارده غايبين، نقدر ازاي نعوض غيابهم النهارده يا كابتن نبيل، خاصة ان احنا برضو بنشوف كلام كتير قوي عن فكرة غياب سوريا وان صعب قوي ان حد يعوض مكانها، ولكن احنا برضو عاملين اداء كويس وكبير جدا في ظل غياب سوريا. هو احنا عندنا مجموعة متكاملة من اللعيبة، يعني سوريا طبعا من احسن لعيبة في مصر لو ما كانتش احسن واحدة طبعا، بس عندنا برضو مجموعة زي ميرال زي فريدة زي نادين كلهم احسن لعيبه في مصر. يعني بصراحه ساعات ما بعرفش مين احسن لعيبه في مصر، بسبب ان هم كل مباراه بتلاقي حد هو المميز في المباراه دي. يعني مره بتلاقي ميرال، مره بتلاقي نادين، مره بتلاقي بتاع ده، هو طبعا عندنا رنيم برضو. رنيم طبعا في طوال القامه طبعا هايله، دلوقتي اضافت ليهم تماره خالد وجايده تماره نادر وجايده خالد. يعني السكواد بتاع النادي الاهلي متنوع، زائد ان طبعا عندنا ميزه ان برضو كابتن طارق خيري بيلعب دفاعات مختلفه وبيلعب في المان تو مان، مان تو مان ضاغط، فده بيجهد الفرق اللي قصاده، فبيقدر ان احنا نجيب سكور كويس او نجيب سكور كبير. نبدا النهارده ازاي كابتن نبيل؟ شايف ازاي ممكن تبقى بدايه المباراه النهارده؟ هو بالنسبه لنا يعني بالنسبه للاهلي البدايه هيبقى بادي مان تو مان، وهيضغط اعتقد يعني ان هو المفروض ان هو بيبدا مان تو مان وهيضغط شويه على اللعيبه، وممكن يتخلل بدايه مثلا الشوط الكوارتر الاولاني بعض الدفاع الضاغط سواء زون ديفنس او مان تو مان، زون بريس او مان تو مان بريس. طيب كابتن احمد، هل من الممكن يبقى الجهاز الفني الخاص بهليوبوليس يبقى محضر اي مفاجات، ولا السيريس عموما اللي هي سواء بيست اوف 3 او بيست اوف 5 خلاص بيبقى كل فرقه كتاب مفتوح للثانيه، وصعب ان يبقى في سيناريوهات مختلفه عن مثلا لو احنا النهارده بنتكلم على جيم 2، صعب ان يبقى في اختلاف كبير ما بين جيم 1 وجيم 2 بالنسبه لطريقه اللعب او السكواد الخاص بهليوبوليس؟ ده بيبقى معتمد اكتر على الحافز او الدافع اللي عند الفرقه نفسها. ان فرقه هليوبوليس يعني حتى لو خسرت جيم النهارده هي تعتبر مخلصه مركز ثالث في الدوري، وده يعتبر بالنسبه لهليوبوليس مركز كويس مريح بالنسبه لهم في الدوري. بس اكيد طبعا في ظل التطور اللي في كره السله حاليا كل فرقه بتحضر للفرقه اللي قدامها وبيقطعوا اللعيبه المميزه. لا والاهلي تحديدا كابتن احمد، اللعيبه المميزه نازل قدام الاهلي لازم يبقى الموضوع مختلف، بيتمرنوا تمرينات مختلفه وبيبقوا عايزين يظهروا بشكل مختلف. وإذاعة المباراه، إذاعة المباراه برضو بتخلي كل لعيب عايز يبقى شكله كويس طبعاً. لانه بقى الناس هتشوف طبعا. بس فاكيد كل الناس طبعا بتبقى يعني كل مدرب او كل جهاز فني بيبقى محضر للفرقه اللي قدامه، بيبقى مقطع للعيبه المميزه قدامه، بيبقى مقطع طرق اللعب بتاعته سواء في المان او في الزون، سواء في الدفاع او في الهجوم، بيقدر
بيبقى كل مدرب مفهم فرقته الشغل بتاعه ان الفرقه دي بتعمل التحركات دي في المان تو مان، في الهجوم على الزون بيعملوا كذا وكذا كذا، في الدفاع بتاعهم بيلعبوا بالطريقه الفلانيه. فده طبعا كل دي تحضيرات اكيد اتنين مدربين او جهازين الفنيين كلهم على اعلى مستوى اكيد شغالين الكلام ده كله. طيب كابتن نبيل، يمكن برضو احنا بنتكلم، احنا اي جيم بنتكلم فيها طبعا احنا كنا عاملين وان سايد جيم الجيم 1، والحقيقه ان احنا كان ادائنا كبير جدا، ولكن دايما بيبقى فيه برضو بعض الاخطاء البسيطه اللي لازم نقف عندها او نركز فيها في جيم 2 او في السيريس عموما، حتى لو كانت اخطاء بسيطه. اهم الثغرات اللي عندنا كابتن نبيل او الاخطاء اللي كانت موجوده في المباراه الماضيه ولازم نتجنبها النهارده؟ هو احنا مثلا النقاط اللي جبناها من تيرن اوفر، الفرقه اللي قصادنا عملت 15 تيرن اوفر، احنا جبنا 22 بونت منها، يعني حوالي يعني تلتين اللي احنا قطعناه او التيرن اوفر اللي هم عملوه. في نفس الوقت بالنسبه للسكند شانس او ال يسموها ايه المحاوله الثانيه، احنا عملنا 20 اوفنسيف ريباوند، جبنا منهم 19 بونت بس، المفروض يبقى نجيب اكتر يعني. غير كده لا، الجيم برضو كان ماشي بالنسبة لنا سهل جدا، في عملنا تيرن اوفر 12، يعني مفروض طبعا نشتغل عليها ان هم يقلوا عن كده، هو 12 تيرن اوفر. بالنسبة للفيلد جول احنا 41%، برضو ممكن يتحسن في الماتش دوا، ممكن يبقى الفيلد جول او اللي هو المحاولات من الباسكت، من تحت الباسكت او من المحاولات على الباسكت كلها يعني 41%، منهم 47% تو بوينت و35% من الثري بوينت و75% من الفري ثرو او من الفاول شوتينج. يعني الارقام كويسه، بس ممكن مثلا الثري بوينت يتحسن شويه، احنا شوتنا 40 شوطه جبنا 14، فده المفروض برضو الرقم ده لو نقدر نوصله مثلا 50% واحنا عندنا شوترز كويسين، يبقى دي حاجه كويسه. يعني نأمل خير إن شاء الله النهاردة. وخلينا يعني قبل ما ننطلق للمباراة خليني أستعرض على حضراتكم سريعا جدا حكام قمة الأهلي وهليوبلس النهاردة في جيم 2. طبعا محمد إبراهيم حكم أول، محمد سعيد حكم تاني، نورهان فتحي حكم تالت، حكم طبعا الاي ار اس دينا أحمد، عبد الرحمن أحمد مسجل، حسن أحمد ميكوتي، أسر علاء 24 ثانية، ومحمد صلاح أجهزة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي النهاردة في جيم 2 أمام هليوبلس، وإن شاء الله نكون النهاردة بنحتفل لتأهلنا للفاينل، علشان بقى خلاص يعني كده إيه، يبقى موسم ناجح بالنسبة لسيدات سلة الأهلي، ويبقى يعني أقل من أسبوع كانت بتفصل ما بين فكرة الحصول طبعا على كأس مصر لموسم 2023-2024 وتأهلنا لفاينل أكيد دوري السوبر في السيزن الجديد. دلوقتي نطير لصالة برج العرب بالأسكندرية، خلاص دقائق قليلة جدا وتبدأ مباراة النادي الأهلي وهليوبلس في جيم 2 في سيريس طبعا بست اوف 3 في سيمي فاينل طبعا دوري السوبر. طبعا نتجه دلوقتي لكابتننا كابتن الكبير كابتن وائل أبو العزم في إلى هناك. شكرا معلقنا طبعا كابتن وائل ابو العزم. شوط اول اهلاوي الحقيقه، كوارتر اول بنتكلم هنا في نتيجه 32-9، كوارتر تاني 43-12، يعني يمكن حتى هليوبلس اقل اداء من جيم 1. احنا كنا بنتكلم برضو ان احنا جيم 1 كان اول كوارتر منتهي 26-13، بنتكلم في 13 بوينت، احنا اول كوارتر عندنا هنا بنتكلم في 23 بوينت، تاني كوارتر 31 بوينت، ف فرق كبير حتى ما بين اداء هليوبلس في جيم 1 وجيم 2. كابتن نبيل شايف المباراه ازاي؟ النادي الاهلي الحقيقه مسيطر، وان سايد جيم زي ما توقعنا، مش محتاج حتى انه يكون في مجهود على الباسكت، احنا شايفين هليوبلس الحقيقه بيوصل بصعوبه. هو اوحش ما احنا توقعنا، يعني احنا توقعنا ان هو يكون وان سايد، عنده دوافع اكبر من جيم 1. انا شايف كده ان يعني الوضع في المباراه مش محتاج حتى ان احنا نتكلم في ستاتستيك او اي حاجه. الاهلي لعب اول كوارتر بلعيبه اساسيين بيحترم الجيم، السكور طلع 32-9، نزل طارق الناشئين لما لقى هليوبلس يعني يدي خبرات للناشئين وفي نفس الوقت يخلي هليوبلس يقدر يجيب سكور كويس. للاسف برضو ان هليوبلس في الكوارتر ده، الكوارتر الثاني، جايب 3 بونت بس. نتيجه طبعا ان الاهلي برضو بيلعب زون،
وهو يعني صوب كميه تصويبات 3 بوينت ما جابش اي حاجه، وده بقى واضح جدا ان فرقه سبورتنج فرقه هليوبلس نازله بس علشان خاطر تكمل الجيم. يعني هي ما عندهاش اي دافعيه ان هي تقدر تعمل اي حاجه في الجيم، وده واضح حتى من يعني من الجهاز الفني قاعد ما بيحاولش ان هو يصحح او بيحاولش ان هو يعدل اي حاجه في الملعب. كابتن نبيل، انت برضو بتلعب مباراه امام النادي الاهلي، اكيد عايز تظهر بمظهر يعني قوي. مش صح، لان نادي هليوبلس برضو مش عايز اقول بس يعني ثالث دوري برضو، نادي كبير ونادي محقق ثالث كاس مصر ومحقق نتائج قبل كده كويسه جدا، وعنده مجموعه لعيبه بصراحه تقدر تعمل مباراه احسن من كده بكتير. للأسف يعني الدفعية مش موجودة وبالتالي غاب الأداء. كابتن أحمد، يمكن مباراة حتى يعني ما فيهاش ندية حتى ولو 1%، احنا عندنا وان سايد جيم زي ما كنت بكلم مع كابتن نبيل، ولكن هليوبلس الحقيقة أنا برضو عندي علامة استفهام على الأداء. احنا بنتكلم هنا في جيم 2، دايما بيبقى عندك الفريق المنافس بيبقى نازل بدوافع أكتر، عايز حتى يحقق نتيجة. حتى كنا بنتكلم قبل ما تبدأ المباراة، احنا كنا بنتكلم حتى لو عارف ان انت مش تكسب بس يكون في أداء. لا، انت عندك الأداء واقع أكتر من جيم 1 يا كابتن أحمد، واحنا برضو هنا بنتكلم هليوبلس نادي يعني احنا اكيد اقوى وسكواد اقوى، ولكن برضو نادي محترم بالزبط. عنده عناصر مميزه وجهاز فني بالزبط. اكيد محترم برضو. طبعا طبعا، ده اللي انا قلته لحضرتك قبل الجيم. الجيم هيبقى معتمد على الحافز والدافع. لو هليوبلس عنده حافز او دافع ان هو يعمل حتى جيم كويس قدام النادي الاهلي، اكيد هيعمل جيم احسن من كده بكتير اكيد. بس اللي شفناه للاسف عكس كده. كنا نتمنى ان يبقى في جيم احسن من كده، مش عشان حاجه، علشان ده البروفا الاخيره ليكي قبل الفاينل بالظبط. فطبعا الجهاز الفني بيبقى عايز يطلع باكتر كم من ال يعني ان هو مثلا لو في حد عنده غلطات يقدر يصلحها له. المكاسب بتاعتنا، نسبتنا كويسه في الثري بوينت ولا محتاجين نشتغل عليها الفتره الجايه، ادائنا ايه في سواء في الاوفنس او في الديفنس. بس للاسف هو هليوبلس مش يعني مش حاسس ان هم واخدين الجيم بجد شويه. مش عارفه انت وظاهر في السكور. طبعا وظاهر في السكور، وظاهر جدا في الروتيشن اللي حصل. يعني كابتن عماد عمل روتيشن تقريبا اشرك 10 لاعبات في اول 6 دقائق في الجيم. على الرغم من ان هو كان خسران حوالي فرق 20 بوينت في الدقيقه 7، بس اشرك 10 لاعبات. وده بالنسبه لي انا بشوفه ممكن وانت خسران، ان انت كل ما بتغير اللعيبه اللي بتنزل ما بتلحقش تاخد تايم او ما بتخشش جوه الجيم، فبتلحق تطلع بره فيعتبر اللي ما شاركش فما بتستفدش منه كمدرب. فده وجهه نظري. في حين طبعا هليوبلس ما فيش اي شك ان هم عندهم افضل من كده واحسن من كده، وكنا نتمنى ان يبقى الجيم احسن من كده علشان نقدر نطلع باكبر استفاده من الجيم. الناحيه الثانيه في سبورتنج بيلعب الجزيره، اعتقد الجيم اقوى من كده. ده اللي انا بتكلم فيه. فسبورتنج بيستفيد من الجيم برضو. الجزيره يعني بيلعب بالزبط. قدام سبورتنج بشكل قوي جدا بالزبط. بيبقى الحقيقه ضاغط على المباراه، وبيبقى في فترات كمان الجزيره بيطلع عليه. يعني في فترات الجزيره طبعا بيقدر يتفوق على سبورتنج، بس للاسف اللي موجود دلوقتي في الجيم لا، يعني ان مفيش اي هم يعني مفيش منافسه خالص من هليوبلس. احنا قعدنا نقول دافع وحافز، بس يعني ما انا برضو هو ده الهدف. وبعدين النسب يعني بالواضح ان دايما نقول للعيبه يعني النسب النهارده هتلاقي مثلا سبورت، انا مش عندي يعني مش ما قريتش الاستاتستيك، بس هتلاقي هليوبلس 13-0. ما جابش حاجه 13-0، يعني 13-0 وانت شايط مثلا وهم بيلعبوا الاهلي 14-6. فهليوبلس بصراحه يعني حتى دايما نقول للبنات يعني البنات او اللاعبات يعني نازلين عشان يخلصوا الجيم وخلاص، مش نازلين عشان يقدروا يعملوا شكل كويس في الملعب. بالظبط، وده كمان مهم للدوري نفسه بتاعنا. احنا ده ماتش سيمي فاينل، هو الغريب ان ماتش سيمي فاينل يبقى اقوى من كده. طبعا 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 لازم يبقى اقوى من كده. طبعا يبقى في نديه، يبقى في الحقيقه برده منافسه على الباسكت اكتر من كده حتى من الفريق المنافس، ولكن يعني ده ولا لعيبه في حالتها. يعني انا عارف مثلا لعيبه هليوبلس فيهم لعيبه مميزين جدا، ما فيش ولا واحده في المستوى بتاعها في الجيم. يعني عشان اجيب 3 بونت مثلا في 10 كوارتر، ده مش عايز بس يعني كل واحد بيبقى دفعيته، يعني ممكن يكون هما بالنسبه لهم خلاص
احنا بالنسبه لنا كفرقتنا احنا يعني خساره طبعا خساره الوقت. بس يعني الى حد ما احنا اللي استفدنا منه في اول كورترين ان احنا قدرنا نجري في الفاست بريك شويه. معظم السكور سجلنا من الترانزيشن اوفنس، احنا جرينا عليهم فاست بريك كويس. اشركنا الثلاث لاعبين اللي من الناشئين، الروتيشن حصل من بدري بس حصل صح، على عكس ممكن انا شايف ان الروتيشن في الناحيه الثانيه ما كانش افضل حاجه، فطبعا اثر على الجيم. نسبتنا في الثري بوينت لحد ما يعني مش وحشه. اي حاجه في الـ في الـ في الوضع بتاع المباراه كده تبقى يعني زيف، يعني مش مظبوطه، يعني انت قدامك ما بيقديش، فانت بتعمل بتاخد الكوره وتجري فاست بريك، فهتبقى عامل ترانزيشن، هتاخد الكوره مثلا وتلعب. فال يعني الاستاتستيك بيعتمد ان فرقتين يبقوا بيأدوا بقوه بحيث اقدر اعرف قوتي، لكن في المباراه دي انا ما اقدرش اقدر قوتي خالص لان المباراه وان سايد. اللي بيحصل ده يا كابتن نبيل، هل انت شايفه مفيد بالنسبه لنا في الفاينل ولا ممكن يبقى مش مفيد بالنسبه لنا؟ انت بتلعب برضو فريق يعني انت ما فيش حتى نوع من المنافسه في ارض الملعب، هل ده بالنسبه لنا في الفاينل هيبقى عائق ولا بالنسبه لنا هيبقى مفيد؟ هو كده كده يعني مش هيبقى، لا مش هيبقى يعني ملهوش تاثير يعني لان لسه فتره طويله على المباراه بتاع النهائيه. زائد ان اعتقد ان الاهلي حتى يعني لو انا بلاعب الفرقه كتقسيمه انا هتبقى ليها فايده قويه جدا، لكن النهارده بصراحه لا مفيش فايده في بالنسبه للجيم خالص بالنسبه لنا يعني. لكن هو في ميزه ان مثلا لاعب بنات صغيرين بعودهم على ماتشات اللي هي سيمي فاينل، بيلعبوا مثلا مع بعض وبيلعبوا انواع دفاع، مثلا بيلعبوا مان تو مان، بيلعبوا زون، فبالتالي بعودهم على التاكتيك او الرولز بتاعتي. طيب كابتن احمد، خلينا نتكلم، انت لو مكان الجهاز الفني الهليوبلس، هل ممكن ان انت اكيد مش هتحدث فارق في الكوارتر الثالث والرابع، بس على الاقل يعني تحسن من الشكل، تحارب على الباسكت اكتر، اكيد هيبقى ليهم كلام بالزبط. الجهاز الفني مع اللاعبات انه يبقى على الاقل يبقى الاداء يبقى اقوى شويه. بالظبط، اكيد انا يعني اكيد هحاول ان انا اسعى ان انا اعمل جيم اقوى من كده، خاصه زي ما قلت لحضرتك ده ماتش سيمي فاينل، انت بتلعب سيمي فاينل، الماتش متذاع قدام مصر كلها، ودوري السوبر ده اقوى دوري في مصر. فلما ماتش قدام النادي الاهلي احاول ان انا اعمل ماتش اقوى كده للعيبه كمان، ان انا معايا لعيبه كمان كويسه جدا. فحاول ان انا طبعا هحاول اول حاجه اشتغل عليها في الشوط الثالث ان احاول السكور بتاعي ازوده شويه، وفي نفس الوقت ان انا ادافع بشكل اقوى شويه، بحيث ان السكور ما يبقاش اكبر من كده، ان السكور طالع هاف تايم تقريبا، هاف تايم احنا بنتكلم في حوالي احنا عندنا في الكوارتر الثاني يا كابتن احمد 31 بوينت فرق، يعني انت بتتكلم هنا 43 12 يعني بالظبط، طبعا رقم كبير في الهاف تايم، وفرقه زي هليوبلس فرقه كبيره مش فرقه قليله. بس يعني نتمنى ان احنا نشوف طبعا الشوط الثالث والشوط الرابع شوط اقوى. يعني نتمنى ده كابتن نبيل. طبعا احنا شفنا في جيم 1 يمكن كابتن طارق برضو كان ليه وجهه نظر في روتيشن، وشفنا يمكن كوارتر الثالث تحديدا اتكلمنا عن روتيشن اكبر من الشوط الاول، شايف برضو ان هو هينفذ ده في المباراه دي في جيم 2 هيبقى في عنده روتيشنز اكتر في الكوارتر الثالث، ولا هنستمر على نفس السكواد؟ هو لازم يعتبر ده بالنسبه له كتمرين، فبالتالي لازم يشارك اللعيبه ويحاول يخليهم كلهم برضو يشاركوا بحيث ان ايه يبقى عامل لهم روتيشن، وفي نفس الوقت يستفيد بالوقت اللي هو بيقضيه في المباراه. يعني اثنين كوارتر لسه ناقصين، فانا يعني ماليش دعوه بالفرقه اللي قصادي، انا ليا دعوه بفرقتي انا بمرنها. فلازم يمرنهم ولازم يشرك المجموعه كلها، لو في حد تعبان هيريحه، لكن لو انا ما عنديش حد تعبان هشارك المجموعه كلها. طيب نرجع تاني لأرض الملعب وصالة برج العرب بالأسكندرية لاستئناف أكيد أحداث المباراة مع كابتننا الكبير دكتور وائل أبو العز. أعرفه من 35 سنة من الآخر كده إبراهيم، ده أرشيف متحرك. عدل القياس الصندوق الأسود بتاع النادي الأهلي، صفقات صفقات صفقات، حاجة غريبة جدا.
انا عندي منا ومحمد وانا عندي منا ومحمد. اه يبان في مناكفه، في شقاوه في الشغل بينه وبينه. اقعد اقول له لا هو يقول لي اه. وبعدين بقى على الهوا هو مدرس العربي بتاعي مناكف مناكف مناكف، المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه، شوف الشاسيه بقى ده. أه؟ في 74 مناكفة عدل طلعت مجلة الأهلي. وبعدين أهم ميزة بقى ما استلفش عمره مني فلوس يعني. عدل القيعي فصل مع الجن. عشنا أحداث كتير جدا مع بعض. رحت أنا والمهندس عدل القيعي كل مرة في كأس العالم للأندية. لما جت على روسيا بقى وكأس العالم خلع مني وراح لوحده. ملك وكتابة مع عدل القيعي وإبراهيم المنيسي الليلة الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. أعظم الأساطير من بين الآلاف والملايين، في كل حركة في كل كلمة عظماء سطروا التاريخ، في قوة الأداء، عبقرية القرار، شجاعة المواقف، اختيار التوقيت. الأساطير اللي فرحونا دايماً عايشين في قلوب الملايين. على ما هو موجود هو الأول. المجري السبت الساعة 11 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. شكرا معلقنا طبعا دكتور وائل ابو العزم، الف مليون مبروك سيدات سله الاهلي لفاينل دوري السوبر بعد التغلب على هليوبلس بنتيجه 63-46. نقدر نتكلم انه يعني كوارتر ثالث ورابع افضل نسبيا من الشوط الاول. ده طبعا كله هنتكلم فيه مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو كابتن نبيل بخيت. طبعا برحب بحضرتك مره ثانيه، الف مليون مبروك. الحقيقه مباراه يعني يمكن ممكن نتكلم فيها شويه في كوارتر ثالث ورابع، ان هليوبلس بدا ان هو يعني يقاتل بعض الشيء على الباسكت. نايمنا. يعني ضحك علينا، يعني لعب كوارتر واول وثاني بمستوى غير الثالث والرابع خالص. دي حقيقه، يعني الثالث والرابع هو كسبان الاهلي 34-20. يعني كفرق سكور عمل مع الاهلي 12.0 ران. يعني هو جاب 12 بونت والاهلي ما جابش ولا حاجه. بس هو مشكلة دي برضو ان الاهلي نزل على اساس الكوارتر الاولاني والتاني، فده برضو يعني هبط يلعب على الأهلي على اساس انه هليوبلس هينزل بنفس الاداء اللي حصل في الكوارتر الاول والتاني. ومن الواضح ان كلام كابتن عماد محمود ليهم وتعنيفه ليهم ما بين الشوطين جاب نتيجة. هو ده المستوى بتاع هليوبلس، يعني ده المستوى الحقيقي بتاع هليوبلس، ان هو يبقى الاهلي اقوى بس مش لدرجة ان هو يبقى 43-12 اول اتنين كوارتر. طيب هل كان ممكن نروح لأرض الملعب طبعا مرة تانية، صالة برج العرب بالأسكندرية، وتنضم لنا زميلتنا روزان نصر ولقاء مع كابتن عماد الدين محمود المدير الفني لسيدات سلة هليوبلس. تفضل يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوف الكرام وبرحب اكيد بمشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك اكيد فوز النادي الاهلي على هليوبلس بنتيجه 63-54. طبعا يعني خليني اقول انه النهارده كان اداء مميز جدا من فريق النادي الاهلي، ولكن دلوقتي معايا المدير الفني لفريق هليوبلس كابتن عماد الدين محمود. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. في البدايه بقول لك طبعا هارد لك، قبل ما نتكلم على مباراه النهارده خليني ابارك لك اكيد على حصولك ببرونزيه كاس مصر مع الفريق، وخلينا بقى نتكلم على تحضيرات النهارده، مباراه النهارده. طبعا مبروك نادي الاهلي كاس مصر اللي كان مباراه رائعه بين الاهلي وسبورتنج، والفوز بكاس مصر مبروك. مبروك التاهل لفاينل السوبر للاهلي، وسبورتنج واضح انه ان شاء الله هيوصل للسوبر، ونتمنى مباراه تليق بالاسمين الكبار اهلي وسبورتنج. احنا الحمد لله حققنا مركز ثالث، والكل عارف الامكانيات الموجود فيها نادي هليوبلس، حاجه
فوق التارجت ان الفريق بالامكانيات دي يوصل للمركز ده. طبعا بشكر مجلس اداره نادي هليوبوليس والجهاز الفني اللي موجود معايا واللجنه على الدعم، وقدرنا الحمد لله نحقق نتيجه كويسه جدا. يعني بتمنى ان شاء الله يبقى في توزيع اكتر للفرص للفرق كلها، بحيث يبقى في دوري اقوى شويه. طبعا كل عارف ان اهلي وسبورتنج هم القطبين في السله سيدات، نتمنى الموضوع يزيد شويه ويبقى في دعم من الانديه يجيبوا محترفين على مستوى عالي. طبعا محترفه الاهلي ظهرت بمظهر مشرف، وواضح ان هيبقى نهائي دوري السوبر هيبقى قوي، ونتمنى الفوز للاقدر ان شاء الله. كابتن عماد، يعني النهارده في اخر شوط يمكن عملته كامباك قوي جدا، كلمني اكتر كمان على مشوار هليوبوليس الفتره اللي جايه. احنا طبعا الكوارتر الاولاني والثاني كان اداء سيء جدا، لان الفريق حاسس انه حقق الهدف بتاعه انه يطلع ثالث، فما كانش مستعد نفسيا. فبين الشوطين كلمتهم قلت لهم العيب احنا المفروض ثالث، فثالث المفروض يظهر ند شويه. ابتديت اركز على حتى العناصر اللي انا اقدر اعمل بيهم كامباك. الاهلي طبعا ضمن الجيم في جيبه، فكان بيلعب بهدوء شويه. الحمد لله الولاد قدروا او البنات قدروا يعوضوا في الثالث والرابع، وخلينا المنظر الى حد ما مقبول ان احنا نطلع بشكل ثالث. دي كانت تحضيرات الموسم اللي جاي. الله اعلم هيبقى عامل ايه، هل اداره النادي ممكن تساعد انها تدعم بلعيبه اجنبيه. انا قبل اي حاجه عايز ارحب بالضيوف اللي في الاستوديو، كابتن نبيل بخيت وكابتن احمد اسماعيل، وبتمنى توفيق النادي الاهلي. وانا مبسوط ان قناه النادي الاهلي بتنقل احداث كره السله سواء في الولاد او البنات، ودي طبعا هتبقى داعم لكره السله. الميديا مهمه جدا في المجال كره السله. كابتن عماد طبعا بشكرك ونورتنا، وكل التوفيق لحضراتكم. شكرا. مريم، ده اكيد كان لقائنا مع كابتن عماد الدين محمود المدير الفني لفريق هليوبوليس. بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا ليكي جدا زميلتنا روزان نصر. يمكن كلام كنا محتاجين ان احنا نسمعه من كابتن عماد. طبعا يا كابتن نبيل، تعليقك على كلام كابتن عماد. هو بيتكلم ان هو محتاج يشوف منافسه اكتر ما بين الفرق المشاركه في الدوري، محتاج يبقى فيه محترفات اكتر في صفوف الفرق. اتكلم كمان، يمكن هو معترف بالخطا، قال ان الكوارتر الاول والثاني سيء جدا من قبل فريقه طبعا، وقبل اكيد يعني كل المشاركات في الفريق. ولكن الحقيقه احنا برضو بنتكلم، خلينا نديله حقه ان فعلا كوارتر ثالث ورابع. هو شايف انه اكيد ثالث الدوري لازم يظهر بمظهر اكتر من كده او احسن من كده، وفعلا النتيجه كانت كويسه. يعني نهى اللقاء فرق 17 بوينت، يمكن بنتكلم جيم 1 كان دبل سكور 44 بوينت، فاكيد فرق برضو ما بين اداء جيم 1 وجيم 2. شايف كلامه ازاي، وشايف ازاي كمان اللي حصل في الشوط الثاني سواء الكوارتر الثالث او الرابع بالنسبه لسيدات هليوبوليس؟ هو طبعا كابتن عماد بيتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي دعم الرياضه. يعني بيني وبينك برضه، هو الاهلي والسبورتنج بيدعم الفرق الرياضيه ماديا عالي جدا، فده بيخلي بقيه الفرق المنافسه على شراء اللعيبه او استقطاب لعيبه كويسه او استقطاب لعيبه اجانب محترفات كويسين بتبقى صعبه شويه، لان الميزانيات بتاعتهم ما بتقدرش تدعم ده. فدي حاجه طبعا يعني انا شايف ان هي طبعا مفروض، بس صعبه لبعض الانديه ان هي تدعم التدعيم المادي المناسب اللي هي تنافس على البطولات. بالنسبه للمباراه، هو واضح جدا كلامه ليهم ما بين عنفهم، ان هو اتكلم بطريقه ان ما ينفعش اسم النادي هليوبوليس اسم نادي كبير وانتوا لعيبه اسماءكم كبيره، ما ينفعش الاداء ده في الملعب. وفعلا دوا يعني بان في الكوارتر الثالث والرابع، وقدروا ان هم يعملوا مع الاهلي اتنين كوارتر مميزين جدا. لو كانوا طول المباراه عملوا كده، اعتقد ان المباراه كانت هتمشي بشكل احسن فنيا. طيب نرجع مرة تانية لأرض الملعب وروزان نصر ولقاء مع رنيم الجداوي. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوف الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب اكيد مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. معايا دلوقتي طبعا نجمه من نجمات فريق سله سيدات الاهلي رنيم الجداوي. برحب بيكي طبعا يا رنيم، مبسوطه، يعني ببقى مبسوطه دايما ان انت بتكوني معانا على شاشه قناه الاهلي. خليني اقول لك الف مبروك، اداء قوي منك كالعاده، كلميني كده يعني النهارده على جيم 2. الحمد لله الجيم كان سهل، عندنا غيابات كتير اصابات وكده، فالفريق كان نازل النهارده مركز ان هو نفرق بالسكور على قد ما نقدر ونخلي الجيم سهل علشان
يعني نعدي الجيم يعني بتاع النهاردة، والحمد لله الفريق كان على قد المسؤولية ولعبنا حلو مع بعض وكسبنا الحمد لله. رونيم طبعا انتوا كده خلاص هتتأهلوا للفاينل على طول بإذن الله، يعني توقعاتك بقى للفاينل وإن شاء الله هتستعدوا ليه ازاي؟ طبعا احنا إن شاء الله بإذن الله هنكسب يعني إن شاء الله. عندنا توقف لمدة أسبوعين وبعد كده هنلعب الفاينل، فإن شاء الله من بعد التوقف يعني هنكون في ناس هتبقى مسافرة تبع المنتخب 3-3، وأول لما ترجع إن شاء الله خلاص ده بطولة جديدة منتهى التركيز أكتر من الأول. طبعا هنصحح أخطائنا بتاعت اللي فاتت وهنسمع تعليمات الكابتن، وإن شاء الله بإذن الله الدوري يكون في الأهلي إن شاء الله. الله كابتن رنيم طبعا بنشكرك ونورتي شاشة قناة الأهلي، ألف مبروك. شكرا مريم، ده كان طبعا لقاء مهم جدا مع احد نجمات الفريق كابتن رنيم الجداوي، بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا ليكي روزان. يمكن شفنا كمان عمليات الاحماء بدات خلاص للمباراه القادمه، طبعا بنتكلم هنا عن مباراه سبورتنج والجزيره. يمكن شفنا مباراه قويه وفيها نديه كبيره جدا، جيم 1 طبعا شفنا انتهت بنتيجه 73-62. حقيقه الجزيره كمان عمل جيم كويس جدا وكان الحقيقه ضاغط على سبورتنج. طبعا خلاص يعني هتبدا في تمام الساعه 6 مساء المباراه، ويمكن علشان كده خلاص عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي وهليوبلس بداوا على طول الفرقتين في عمليات الاحماء. خلينا اجي لك كابتن احمد، برضو محتاجه تعليق منك على كلام كابتن عماد، اكيد كلام مهم. يمكن شايف ان اللاعبات في الفريق اكتفوا بان هم يكونوا ثالث، مش هممهم اداء، ولكن ده اكيد مش صح. لازم طبعا على الرغم من ان هم يعني يكونوا محققين طبعا مركز ثالث، ولكن لازم مركز ثالث يبقى فيه منه اداء. هاخد اجابتك، ولكن نروح لارض الملعب مره تانية، وطبعا لقاء مع كابتن طارق خيري الغزال. اكيد اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوف الكرام وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. معايا دلوقتي طبعا كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سلة سيدات، برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. في البداية بقول لك ألف مبروك، أداء قوي وممتع كمان كالعادة يا كابتن. خليني أكلمك طبعا على مباراة النهاردة جيم 2 أمام هليوبلس، ونتكلم كمان على المباراة يعني الفاينل إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنتم منورينا، شكرا لتعبكم معانا. هليوبلس احنا لعبناهم كتير قوي السنه دي، مش عايز اقول احنا الحمد لله احنا في جاب كبير بيننا وبينهم. الماتش الاولاني كان مرتاح، وحتى بدايه الكوارتر الاولاني النهارده كان فوكس جامد جدا وكان سكور عالي. انا حبيت اريح كل الناس او اعمل تشكيلات، انا مش عايز حد يجهد لان انا مش مدي اجازه طويله، يعني انا هدي يوم واحد وهبدا امرن تاني. والطبيعي ان بعد الكاس يحصل داون للفرقه على الاقل بدنيا، او زي ما انت بتوصلي للتوب فورم او 70-80% من طول لازم اللي يبقى فيه داون. احنا ما لحقناش، احنا خدنا اجازه 40 جنيه على هنا تمرين وماتشين. بنجرب ولاد الصغيرين كتير، معايا ثلاثة كنت عايز اجيب كمان اكتر من كده، ان احنا فرصه حتى نبص على الاولاد. بشكرهم ان هم فوكس، لان دايما بعد اي فرحه او بعد مكسب بتلاقي الموضوع الدنيا زي ما بقول مريحه، او الدنيا مفيش طف مفيش بتاع. بشكرهم على التركيز والمجهود والتعامل والود اللي ما بينهم والحب وحاجات كتير كويسه، والحمد لله عدوا بدون اصابات، ودي بتقلقني لان انا اوريدي عندي السلعاوي من قبل ماتش سبورتنج، كان الصابع الكبير بتاعها اليمين كمان اتنقل وترد، ففي مشكله في العظم، فاتفضلت اريحها. فالحمد لله الدنيا تمام. كابتن طارق، يمكن النهارده كمان من مباراه الجزيره وسبورتنج هي دي اللي هنلعبهم ان شاء الله في الفاينل، يعني بنسبه كبيره ان شاء الله هنلعب سبورتنج. هنحضر ازاي او هتحضروا ازاي للمباراه دي؟ هو جيم في الملعب، بس سبورتنج كاوراقه اعلى ما فيهاش كلام. هناك كان برضو في نقص، رضوى سلام بتلعب وهي مصابه، المحترفه وهي مصابه، فبنسبه كبيره سبورتنج. لا مستعد لسبورتنج ازاي؟ انا اصلا ما بشتغلش غير على سبورتنج، يعني انا حتى وانا بلعب هليوبلس انا الميتنج فيديو سبورتنج مستيك بتاع اخطاء الماتشات اللي قبلها، هنا ما لعبتش اجريسيف، هنا عملت باد هيلب، هنا ما عملتش بوكس اوت، حاجات كلها هجوميه ودفاعيه. فانا عايش تقريبا، احنا من اول سنه عارفين ان احنا بعد التدعيمات بتاعه سبورتنج في البوزيشن اللي عندهم فيه نقص، يعني ان احنا عارفين احنا 90% من الفاينالات بيننا وبينهم، الفرقه هتحاول انما ممكن ما تقدرش تكمل الجيم للاخر. فاحنا عاملين معايشه مع سبورتنج في التمرين
فلان وفلان بدون ذكر اسماء، الاسماء اللي احنا بنلعب ضدها جوه التمرين بنعمل دريلات ازاي نقف، ميتنج فيديو المشاكل والمميزات بتاعتهم. فاحنا تقريبا عايشين احنا والفرقه معاهم، فبس فالتوفيق بقى بتاع ربنا مش بتاعتنا يعني. ان شاء الله كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي. كابتن طارق بشكرك طبعا ونورت شاشه قناه الاهلي، شكرا، كل التوفيق ليكم. مريم، ده اكيد كان لقاء هام جدا مع كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سله سيدات، بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا روزان نصر طبعا على هذه اللقاءات عقب انتهاء المباراه. كابتن احمد خلينا ارجع لك، ونتكلم يمكن عن كلام كابتن عماد الدين محمود المدير الفني لسيدات سله هليوبلس. اتكلمنا على ان على الرغم ان هم ممكن يكونوا مكتفيين بان هم يبقوا مركز ثالث، ولكن اكيد الاداء كان مهم، ويمكن كنا محتاجين نشوف اداء الكوارتر الثالث والرابع في جيم 1 والشوط الاول من جيم 2 كمان. اكيد طبعا، يعني الجيم لما الشوط الثالث بدا زي ما اتكلمنا في الهاف تايم ان الاداء لو اتحسن الجيم كله هيتحسن. فطبعا هليوبلس بدا الكوارتر الثالث، يعني شفنا كابتن عماد في الهاف تايم بيتكلم مع اللعيبه بتاعته ان لازم يبقى اكيد الاداء احسن والشكل احسن. نزلوا هليوبلس ادائهم كان مختلف شويه في الشوط الثالث، طلعوا علينا 11-0 ران، يعني احنا ما سجلناش في اول حوالي 5 دقائق، هم سجلوا 11 بوينت. بعد كده احنا رجعنا تاني نبتدي نسجل واحده واحده. مفيش شك طبعا ان ماتش سيمي فاينل في دوري السوبر لازم يبقى اكيد اقوى من كده طبعا. ويعني ممكن دي حاجه ممكن الاتحاد المصري لكره السله، طبعا احنا عندنا ناس قامات كبيره طبعا في الاتحاد، تقدر اكيد تشوف ايه الحل لحاجه زي كده. مثلا هل ممكن يبقى في ماتش ثالث ورابع يلعبوا مع بعض، بحيث مثلا المركز الثالث لما بيكسبوه مثلا تقدر يوصلك لبطوله عربيه او بطوله افريقيه او بطوله ان انت تشاركها مثلا، فاكيد هيبقى حافز للفرق اكتر ان هي تحاول تعمل اداء اقوى من كده في السيمي فاينل. فاكيد في اكتر من طريقه طبعا، واعتقد ان في ناس كتيره طلبت بالذات في الثالث والرابع ان يبقى في ماتش، ما نعتمدش بس على الترتيب الدور التمهيدي للدوري. ف يعني اعتقد ان شاء الله القادم افضل، واول حاجه والاهم من كل ده احنا طبعا بنبارك لفرقتنا ان احنا وصلنا بالظبط، وصلنا للفاينل ونبدا نبتدي من دلوقتي نستعد لماتش سبورتنج. احنا خلاص قدامنا تقريبا حوالي 14 يوم سيريز طويله مع سبورتنج ما بتخلصش على طول. لا طبعا توقعاتك انه يبقى ماتشات قويه زي ما شفنا في الكاس؟ اكيد اكيد اكيد. فرقه سبورتنج السنه دي تاخد بالثأر طبعا السنه دي. لا كمان سبورتنج دعم فرقته كويس قوي طبعاً. عنده سكواد كويس قوي، برضو اغلبه لعيبه منتخب مصر، وفي لعيبه كانت في النادي الاهلي انتقلت للسبورتنج فزودوهم قوه. ماتش مش يعني الماتش هيبقى في الملعب، نتمنى طبعا التوفيق وان احنا نحافظ على اللقب بتاعنا يعني. ان شاء الله. طيب كابتن نبيل، شايف الاستعدادات للفاينل ازاي؟ احنا لسه برضو بنتكلم في وقت، ولكن يعني يمكن سمعنا كابتن طارق بيتكلم ان هو هيبقى اجازه يوم واحد، بعد كده هيبتدي يستعد لمباراه الفاينل. شفنا الحقيقه مباراه قويه ما بين سبورتنج والجزيره، اكيد فيها نديه كبيره على عكس مباراتنا مع طبعا هليوبلس. هل ده هيفيد سبورتنج على المستوى البدني ومستوى فكره كمان المنافسه في ارض الملعب عكس ما احنا كان عندنا؟ احنا يمكن وان سايد جيم، ده بالنسبه لسبورتنج اكيد هيبقى مفيد، واكيد احنا لازم نعمل حساب ده لما نقابله في الفاينل. وبالنسبه لمباراه سبورتنج، من الواضح الاهلي يعني في الفاينل مع سبورتنج، من واضح من كلام طارق هو مستوى الدوري، يعني بيقول وانا بلعب اي حاجه وانا بحضر لاي حاجه انا حاطط في دماغي سبورتنج واللعيبه بتاعته وامكانياته هو بيلعب ايه. فده بيوضح قد ايه يعني المفروض اي مدرب لما بيجي يلعب انا لازم اعدي المرحله دي علشان افكر في المرحله الجايه. من الواضح ان في جاب في مستوى الدوري بتاع السيدات ما بين الاهلي وسبورتنج في حته وبقيه الفرق في حته، ولو اني اعتقد ان الجزيره النهارده ممكن يعمل شكل كويس لو ما حققش مفاجاه، بس ممكن يعمل شكل كويس ممكن. لانه ممكن فرقه طبعاً في مفاجأة. كافراد برضو فرقه كويسه وفرقه قويه وعندها شخصيه في الملعب، وكان الجيم اللي فات برضو كان يوم قوي يعني. ماشي اكيد سبورتنج كان ليه الكلمه العليا فيه، ولكن جزيره برضو يعني برضو كان في اداء في وان رضوى هتلعب النهارده، ده اضافه ليهم لانه برضو بيعتمدوا عليها
في الملعب بشكل كبير يعني. وهي عندهم مجموعه مميزه سواء حبيبه حاتم سواء يعني في عنده مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد يعني، بس عنده مجموعه لاعبات مميزات ومقاتلات في الملعب. فدي برضو بالنسبه لفرقه الماتش بتاع النهارده ما بين سبورتنج والجزيره. بالنسبه لماتشنا احنا والجزيره في وقت كافي للفرقتين ان هم يعملوا استشفاء ويحضروا للمباريات اللي جايه اللي يعني بيست اوف فايف اللي جاي وبتاع كده. فيعني وانا اتوقع ان برضو كل واحد فيهم هيحاول يغير شويه او يعمل مفاجاه للفريق الثاني في اللي جاي يعني في المرحله الجايه او في النهائيات، لان الفرقتين حافظين بعض كلاعيبه وحافظين بعض كاداء خططي. كابتن احمد، رايك في شكل الفرقه النهارده، التكتيك الخاص بينا، الروتيشنز اللي حصلت، الناشئات اللي كانوا مشاركين في المباراه، شايف ازاي شكل الفريق، خاصه ان احنا بنتكلم برضو على شكل جديد بعض الشيء للفريق، انه كابتن طارق حب ان هو يشرك بعض العناصر الجديده، وبيتكلم ان هو كان نفسه كمان يكون في اكتر من عنصر يعني بخلاف اللي كانوا مشاركين النهارده وفي جيم 1. شكل الفريق شايفه النهارده ازاي؟ شكل الفريق انا شايف ان احنا في السيريس بتاع السيمي فاينل يعني مكسبنا كنادي اهلي دينا ما شاء الله عملت الجيم الاول كويس قوي وارقامها كانت كويسه، فده مكسب طبعا كويس للفرقه. يارا عملت الهاف تايم الاولاني كويس، المحترفه طبعا زي ما اتكلمنا ان المحترفه مع الوقت وكل جيم وكل دقيقه بتاخدها في الملعب بتنسجم اكتر مع الفرقه، فكل دي مكاسب اللي احنا كسبناها في السيمي فاينل. محققه النهارده عند 3 بوينتس 100% يعني حاولت مره وسجلتها بالظبط 100% هي شوطه واحده جايباها وجايبه 12 نقطه في 18 دقيقه يعني يعتبر ارقامها كويسه. الفيل جول بتاعها 66% فوق ال 50% كويس جدا بالظبط بالظبط. فده مكاسبنا، عامله 9 ريباوند في 18 دقيقه فده كل دي طبعا بالاضافه الى مشاركه الـ 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 العناصر الصغيره زي هنا حتحوت لعيبه طبعا مستقبل للنادي الاهلي، لعبه 18 دقيقه، جنى عبد الرحمن لعبه 7 دقائق، هنا عبد الله لعبه 20 دقيقه. فطبعا دي كلها مكاسب للفرقه بتاعتنا في السيمي فاينل. طيب كابتن نبيل، يمكن محتاجين شويه نتكلم عن الستاتستكس. احنا عندنا برضو لو بنتكلم عن دينا طبعا زي ما اتكلمنا هي شاركت 19 دقيقه، اكيد 3 بوينتس 60%، ال 2 بوينتس 33%. فريده وائل برضو عندنا يمكن مشاركه 17 دقيقه، عندنا 2 بوينتس 2 بوينتس 100% حاولت الجول 50%، شاطت 2 او لعبت 2 من 2 بوينت جابت 2 جابت الاثنين 3 بوينت شاطت 4 جابت 1 25%. عندها 2 ريباوند و2 اسيست، بس هي كانت لعيبه مؤثره وعندها يعني وجود في الملعب وتحرك سريع. دينا برضو من الحاجات ان هي يعني دينا عامله سكور كويس وفي نفس الوقت في الريباوند جايبه 6 ريباوند وهي بتلعب في مركز 2، دي حاجه كويسه جدا. وان هي برضو اخذت احسن لعيبه المباراه اللي فاتت والنهارده من احسن اللاعبات، ما اعرفش مين هياخد احسن لاعب. احنا رنيم عندنا 14 بوينت، مسجل 14 بوينت، ال 3 بوينتس 25%، 2 بوينتس 50%، اعتقد برضو ان يعني هي اعلى حد هي اعلى حد هي هدفت الفريق النهارده. لا هي رنيم لعيبه يعني عندها تكامل في لعبها، فهي بتلعب تحت الباسكت بتلعب من بره الباسكت، عندها شوطه ميديوم وعندها شوطه 3 بوينت. النهارده الفيلد جول بتاعها 42% بس هي عندها نسبه احسن من كده. هو الريباوند عندها 6 ديفنس ريباوند، ما دخلتش تلم في الاوفنسيف ريباوند، لكن هي برضو من اللعيبه المؤثره جدا في الاوفنسيف ريباوند في الماتشات الثانيه. فلا هي طبعا لعيبه هايله ولعيبه مؤثره جدا مع الفريق. لو اتكلمنا عن العناصر الصغيره كابتن نبيل وشفنا يعني يمكن ارقامهم، خليني الاول اسالك قبل ما نتكلم عن ارقامهم، شايف ازاي يعني الانسجام ما بينهم في الملعب، وهل محتاجين لسه
وقت اكتر علشان يبانوا بمظهر احسن من اللي هما ظهروا بيه في جيم 1 وجيم 2؟ يعني برضو النهاردة ما كانش مقياس قوي في المباراة بتاعت النهاردة، وإن كان يعني يارا أسامة يعني عاملة جيم كويس، جايبة 7 ريباوند وعاملة 7 بوينت، سجلها 7 بوينت وعندها برضو 3 بوينتس، وفيلد جول بتاعها 50%، طبعا عندها أحسن من كده. هو جايدة خالد عندها أحسن من كده بكتير، بس هي امبارح كانت مريضة يعني وما لعبتش، فالنهارده ده مأثر عليها. النهارده لعبت ولعبت كويس، بس كان مأثر عليها المرض اللي هي كانت فيه امبارح. هنا هتحط يعني هنا هتحط، انا طبعا بحب اللعيبه دي جدا، بس النهارده هي مش مسجله ولا كانت المفروض تبقى احسن من كده، خاصه ان هي لعيبه فعلا مميزه ولعيبه كويسه جدا في يعني سواء في 18 سنه او مع الدرجه الاولى، واخده فرصه كويسه جدا. النهارده برضو هنا عبد الله جايبه كوره 3 بوينت، ويعني برضو يعتبر مش وحش الاداء بتاعها، ولو كان احسن من كده، بس انا شايف ان هنا هتحوت وهنا عبد الله برضو عملوا الدفاع كويس جدا في دفاع الزون، وقدروا ان هم يوقفوا فتره من فترات اللعيبه بتاعت هليوبلس. عندنا جنة برضو يمكن لعبت 7 دقايق، بس هي برضو مش مسجلة بوينتس زي هنا حتحوت. يمكن اللي مسجلة هنا عبد الله طبعا 3 بوينتس احنا بنتكلم عنها هنا. تمارا نادر برضو مسجلة 4 بوينتس، وتمارا برضو مفروض السكور بتاعها أعلى من كده بكتير، بس طبعا النهاردة برضو أداء الشوط الأولاني والتاني، برضو الكوارتر الأولاني والتاني خلى اللعيبة شوية مش عارف، يعني أنا حاسس إن لعيبة الأهلي برضو أدائهم مش في المستوى المطلوب، ده نتيجة سير المباراة، مستسهلين برضو الفريق اللي قدامهم، وبرضو هليوبلس نايم المباراة يا كابتن نبيل. ما هو لك وضحك علينا في الكوارتر الأولاني والتاني بصراحة، يعني حتى احنا اتكلمنا في الموضوع ده، وان هو كان الأداء ما يرتقيش لمباراة بتاعت يعني سيمي فاينل. لكن في الكوارتر الثالث والرابع هو ادى اداء كويس جدا، وبدليل السكور بتاعهم يعني الفرق في السكور هو يعتبر كسبان الاهلي 34-20، يعني 14 بونت فرق، بس ده نتيجه ان النادي الاهلي هو اللي رتمه نزل، يعني مش نتيجه ان هو برضو ان هليوبلس بس هو يعني لعب بكفاءه اعلى، بس لا كمان احنا استسهلنا المباراة، وهليوبلس يمكن خدنا شوية في السايد بتاعت الطريقة بتاعت اللعب الخاصة بيه، فاحنا ابتدينا برضو ايه نأدي نفس أدائهم، مع طبعا فرق أكيد النتيجة، ولكن يمكن برضو هما ايه زي ما بنتكلم كده يعني هدوا الماتش، نيموا الماتش يا كابتن نبيل خالص. طيب كابتن أحمد، حسابات أخرى تماما، فرق كبير جدا، جاب كبيرة، مفيش مقارنة ما بين هليوبلس وسبورتينج، اكيد مواجهه هتبقى صعبه. طبعا احنا اكيد يعني مستنيين النهارده نتيجه النهارده بين الجزيره وسبورتنج، يعني الله اعلم ممكن يبقى فيه مفاجاه ولا لا، ولكن الجاب الكبير ده ازاي الجهاز الفني يتعامل معاه، خاصه ان احنا هنا برده انت بتتكلم على سيمي فاينل وفاينل، يعني مش كوارتر فاينل وفاينل، احنا مش مقابلين برده هليوبلس في كوارتر فاينل ولكن كان سيمي فاينل، فهي دي كانت الخطوه الاخيره قبل ما نواجه سبورتنج، جاب كبيره قوي، اكيد ده محتاج حسابات اخرى من الجهاز الفني، تشكيل تاني خالص، طريقه لعب تانيه خالص، لان اكيد لو كنا بنفس طريقه اللعب دي النهارده خاصه في الشوط الثاني هتبقى مشكله كبيره جدا قدام سبورتنج. اكيد طبعا، يعني طبعا ماتش سبورتنج هيبقى مختلف، او طبعا لسه الجزيره وسبورتنج الجيم في الملعب طبعا، بس طبعا المرشح الاقوى سبورتنج. احنا خلي بالك برضو احنا النهارده عندنا ميرال مش موجوده، نادين سلعوي مش موجوده، حبيبه محمد بوينت جارد من البوينت جاردات الكويسه جدا مش موجوده، ففي 3 لعيبه اساسيين يعتبروا مش موجودين، ممكن ان شاء الله يعني هيبقوا موجودين في ماتش سبورتنج، فطبعا شكل الفرقه اكيد هيختلف في وجود الثلاث لعيبه، بلس ان انت عندك حوالي 14 يوم، ال 14 يوم دول هتقدري تعملي فيهم البرنامج بتاعك، الاستعداد بتاعك، سواء قبل البطوله هيبقى فيه معسكر للفرقه مغلق، اكيد برده هيفرق جدا مع الفرقه.
كل دوت طبعا تجهيزات واستعدادات الجهاز الفني عامل حسابها من دي 1، مش اكيد مش لسه هيفكر فيها. وزي ما الكوتش قال ان هو بيشتغل على في التمارين على سبورتنج ونقط قوه سبورتنج وطريقه لعب سبورتنج. وانا وجهه نظر يعني اهلي وسبورتنج طول عمرهم بالذات في السيدات هم كتاب مفتوح لبعضهم. واكيد كل كوتش سبورتنج عارف فرقه الاهلي بتعمل ايه كويس، وكوتش الاهلي عارف فرقه سبورتنج بتعمل ايه كويس، وبيبقوا معاهم محللين اداء ومقطعين الشغل بتاع كل فرقه لوحدها، سواء في المان سواء في الزون سواء في الهجوم والدفاع. فكل واحد بيبقى معاه الداتا بتاعته اللي بيقدر يشتغل بيها كويس، وبيبقى موصلها للعيبه بتاعته بحيث ان كل لعيب بيبقى كمان نازل جوه الجيم عارف انا همسك اللعيب دوت، عارف ان اللعيب ده مثلا قوي في الشوطه، اللعيب ده قوي في البنتريشن، ويقدر يتعامل معاه جوه الجيم بناء على التمارين والحاجات اللي وصلت له. فاكيد ما فيش شك ان الفرقتين مش الاهلي بس، سبورتنج كمان هتلاقي الفرقتين بيبقوا مجهزين ومحضرين لبعض، والسيريس نفسها اتوقع ان هي تبقى قويه جدا. الفرقتين ما شاء الله، يعني الاهلي عامل ماتش الفاينل بتاع الكاس، عاملين الفرقتين ماتش كويس جدا طبعا. سبورتنج يعني كسب المرتبط، دوري المرتبط، احنا كسبنا الحمد لله الكاس، فالماتش بتاع الدوري السوبر اعتقد هيبقى سيريس قويه جدا من 5 ماتشات يعني. طيب كابتن نبيل، لو بنتكلم يمكن احنا اتكلمنا محتاجين الدوري يبقى اقوى من كده خاصه سيدات، احنا شايفين على العكس طبعا دوري الرجال منافسه قويه. ايه اللي ناقص الدوري الخاص بالسيدات علشان يبقى يعني ان جيم اكتر من كده، ويبقى المنافسه حتى بنتكلم بدءا من الكوارتر فاينل؟ احنا عندنا يعني الناس بتسال طب هو اللي خرجوا قبل السيمي فاينل فرق شكلها عامل ازاي، لان احنا عندنا منافسه الحقيقه برضو يعني غير متكافئه. النهارده شفنا في ارض الملعب ده ما بين النادي الاهلي وهليوبلس، شايفين برضو اكيد سبورتنج والجزيره يعني يمكن هي المباراه الاقوى في السلسله دي او سيريس السيمي فاينل، ولكن احنا ناقصنا ايه كابتن نبيل علشان يبقى على نفس مستوى دوري الرجال او نفس الفرق؟ يعني شايفين برضو اداء منهم كبير، شايفين منافسه شرسه ما بينهم، ايه اللي محتاجينه علشان نوصل لنفس المستوى ده؟ هو برضو احنا في السيدات كان في فتره من فترات كان في برضو زي الرجال 4-5 فرق جامدين، يعني كان الاهلي وسبورتنج وكان الجزيره كويس وكان الصيد كويس جدا وكان سموحه، وفتره كانت فيه هليوبلس برضو كانت قويه جدا. يعني برضو يعني مش قادر احدد بالظبط، يعني ما ممكن تدي برضو مفروض ان الاتحاد هو اللي يتقال يقول فيها، لكن انتقال اللعيبه بسهوله للفرقتين ده ادى ان يتكوموا في ناديين بس، زائد صراحه ان العائد المادي بالنسبه للعقود بتاعه الاهلي وسبورتنج اعلى بكتير جدا من بقيه الفرق. وبالتالي البنات بتيجي او السيدات بتيجوا في فتره من فترات بيحسوا ان هم لو ما لعبوش في الاهلي او في سبورتنج فهم بيلعبوا للهوايه. يعني التمارين، الانتظام في التمارين، الجديه مثلا في التمارين كده، دي برضو شكلت عائق شويه. بس في بعض المدربين شخصيتهم هي اللي بتفرض على اللعيب، حتى لو بتلعب هاوي انت لازم تتمرن وانت لازم تبقى نمره واحد وانت لازم تأدي بقوه، ودي ميزه في يعني في شخصيه المدرب او شخصيه النادي. ارجو ان الانديه هي برضو تهتم بالالعاب شويه، والمدربين لا انا ممكن بشغلي مع مجموعه لاعبين مش لازم يبقوا اسماء كبيره اعمل اداء كويس جدا. عندي فضول اعرف توقعاتك لجيم 3 بكره ما بين الاهلي والزمالك. لا باذن الله هنكسب. يعني هو بصي هو الـ كافراد كويسين جدا، خبراتنا عاليه جدا طبعا. الحاجه الوحيده اللي قلقتني شويه في ماتش امبارح، وكنت متوقع ان هي تحصل من فتره يعني من الماتش الاولاني والتاني بس ما حصلتش، ان الزمالك لما لعب زون على الاهلي الاهلي عنده مشكله، يعني انا بحس كده في الاداء على الزون. وفعلا في ماتش بتاع الزمالك لما لعب الزمالك علينا زون ابتدى السكور يقرب وابتدت العمليه تقرب شويه، لكن طبعا خبرات اللعيبه بتاعتنا قدرت تنهي الجيم
بالسبعه بونت بتوع امبارح دول. هنكسب بكره كابتن احمد باذن الله. باذن الله باذن الله. يعني الحمد لله احنا كسبنا يعني 2-0 لغايه دلوقتي طبعا. جيم بكره مهم جدا طبعا، وان شاء الله نعدي امبارح. كان جيم صعب. يمكن الحاجه اللي زعلتنا اكتر كمان ان امبارح اصابه سيف سمير بس الحمد لله اطمنا. لا هيبقى موجود ان شاء الله في الجيم 3. دي اهم حاجه ان انت توصلي لفاينل الدوري برده السكواد كامل، بلس ان انت راحه كمان خلاص برده 10 ايام اسبوعين نهايات البال افريقيا في رواندا. فده برده اهم حاجه ان انت توصلي باللعيبه كلها ما فيش اصابات. فبرضو الحاجة اللي أسعدتنا المحترف الحمد لله براندون عمل جيمين كويسين قوي الجيمين اللي فاتوا مع الزمالك، فكل ده واحدة واحدة يعني الحمد لله الفرقة بتاعتنا كمان راحة المستوى هايل الحمد لله. إن شاء الله ونحتفل بكرة بتأهل رجال سلة الأهلي للفاينل زي ما الحمد لله طمنا النهاردة على سيدات سلة الأهلي وتأهلوا بعد التغلب طبعا على هليوبلس لسيريز جديدة بقى من الفاينلز. إن شاء الله كمان أسبوعين نبقى بنحتفل بلقب جديد يضاف لسيدات سلة الأهلي. كابتن نبيل بخيت طبعا نجم مصر والنادي الأهلي لكرة السلة، بشكرك جدا نورتني وشرفتني النهاردة. شكرا. طبعا كابتن احمد اسماعيل نجم نجوم النادي الاهلي كره السله نورتني وشرفتني. شكرا ليك. شكر جدا ليك. الف مبروك مره تانية، والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال. شكرا ليكم.